مش عايز اعرف حاجه. خصيمك النبي تقفل على السيره دي وتشيلها من دماغك. اشيلها من دماغي ازاي يعني؟ زي الناس يا سيد، انا سبت عيالي وقلت انزل اتكلم معاك عشان ما تزعلش وتعمل لي فيها قمه. ما انا كده كده بقيت قمعه يا قول. امبارح تخبطيني في دماغي بحكايه حسين، والنهارده تقولي لي شيلها من دماغك. مش انا اللي قلت، ربنا اللي بعت يا سيد وقال كفايه لغايه كده. ربنا بعت ازاي يعني؟ علامه يا سيد، رؤيه واضحه ومتفسره زي الشمس. وسالت الشيخ فواز فسرها لي، قال لي الحي يبقى من الميت. لم عيالك يا قود وانسي موضوع العفريت اللي شفتيه ده، وانا اهو بسمع الكلام طول النهار تعبه نفسي عشان الم عيالي واخليهم في حضني. بس اللي شفتيه في الفيلا ده مش عفريت يا ام حسن. يطلع زي ما يطلع، روح شوف شغلك بقى. انا دماغي قد كده وما صدقت اعدلها. قوت، انا شفت مراته اقول. مراته؟ ايوه، صباح الدلاله بنت عوس الكلاف. الله، وانت شفتها ازاي يا سيد؟ ايه انت مش قلت لي بقى اقفل على السيره دي وما تفتحهاش تاني؟ جرى ايه يا راجل؟ انت يا راجل؟ الله، صباح هجت هي وعيالها من زمان، راحت بيت ابوها في الصعيد. صعيد مين؟ صباح عايشه هنا في مصر. شافوها نازله من عربيه وداخله عماره. لو شفتيها ما تعرفيهاش من شكلها. ايه الكلام ده يا سيد؟ ما هو ده الكلام اللي انا عاوز اقوله لك من الصبح. بس انت بقى اللي مثبته في عيالك وعايزه تخلعي مني. طب انت عرفت مكانها ازاي؟ أنا ما ونيتش من امبارح، من ساعة أنتِ ما حكيتيلي حكاية حسان، وأنا عمال ألف وأدور، عينيا دي ما شافتش النوم، عاوز ألاقي حد من معارفنا القدام، لحد أما اعترت في جد الله البواب. جد الله؟ جد الله؟ جد الله بتاع البدرشين؟ أيوه، هو بعينه. قال لي انه شافها داخله عماره في المعادي، ما تعرفيش شكلها من العز ولبس الهوانم اللي هي فيه. طب ما يمكن واحده شبهها يا سيد. ما هو برضه افتكر كده وراح سال البواب، قال له لا دي صباح هانم. بس انا بقى الكلام ده ما دخلش دماغي، رحت سالت البواب، قال لي دي مدام صباح وفرح ابنها النهارده في لوكاندا سبع نجوم. سبع نجوم؟ معقولة؟ طب جابت العز ده كله منين؟ صباح عايشة هنا وما تسألش عليا؟ ده أنا صاحبتها وجارتها وترملت معاها في يوم واحد. أنا برضو قلت كده، العبارة دي فيها إن وريحتها ما تطمنش. العفريت اللي أنت شفتيه في الفيلا مش حسان، ومراته ما طلعتش السما فجأة كده، لا دي فوازير ولازما لها حل، مش بشارة وعلامة وغنى الدراويش بتاعك ده. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.